ليه قابلت بنتك؟ هيدي بنتك، هيدي بنتك. هيدي بنتك شحمة وبلحمة براسها وبدماغها. بليز النفس، نفسها من نفسي. بدي احملها هيدي ما بيسوى. بدي احملها رياض مع انه ممنوع بس يلا. خيرك يا ربي، كتر خيرك. الياض حبك. أنا بحبك. لنا ومش لحدا تاني. خلص بكفي، إذا عرفوا فيي بيخربوا لي بيتي. كيف بردان؟ على إجريكي مدام، بكرة بتمشي وبتصير تفوت ترضعيها. رياض ما بتتخيلش مبسوطة، ما بتتخيل. عيلتنا بلشت منى، وش بيتنا كبير إلى لنا. تقبرني إن شاء الله، تقبرني. أنا أكثر من راضي على وضع المنى. الحمد لله. إنه كان عارض ومرض. بطب القلب ما في شيء اسمه عارض ومرض. في عارض خفيف منعالجه بسهولة وببساطة، وفي عارض قوي بده علاج قوي. عارض منى خفيف؟ للصراحة أستاذ رياض وضع مرتك بحير. كيف يعني؟ يعني أنا كنت عطلان هم وضع قلبها خلال الولادة، لهالسبب بقيت مع فاضل بالعملية عم راقب. يا خيي منى قلبها صدر، بقصد لأبوي. أنت عم تمزح فاضل، بس اللي قلته صحيح. قلب أسد فجأة اعتدل القلب، وهيدا اللي ساعدها كثير تكون تحت البنج وتقوم وتمشي، وهلا عم ترضع بنتها. هلا يمكن الحماسة للبنت هي السبب، ويمكن رح نقدر نتخطى مرحلة القلب عند منى ونعتبره شغلة بسيطة وممكن علاجها. دكاترة أنا ما بفهم بالطب. أنا بي فرحان، فرحان ببنته، فرحان بمرته إنه قامت بالسلامة، فرحان ببنته إنه خلقها كاملة ونعمة زايدة من الله. وإذا منى بدها علاج أنا دميتي قدامها، لأنه بدي إياها حدي، وبعد بدي ولاد، بعد بدنا ولاد، ما بدي لأنا تضل حالة. والله يا صاحبي الهيئة طموحك أنت ومرتك رح يلحقها. أنا ممنونك دكتور فواز. دكتور فاضل أنا ممنونك. طب عنا بالمجلة ها؟ وبالبنط العريض. كيف يعني بدك ياني فوت عليه على الخط نديم؟ صار له أكثر من ربع ساعة على التليفون عايضة. ربع ساعة عال بعد ما شفت شيء. الماما بتحملها على المقطص، أنت هدي لها راسها من ورا والنجيب بتحممها. لا! لا كيف يعني لحالي؟ لك بركي فيك ماي بمناخيرة. بركي فيك ماي بدنايا. شو هيدا؟ يلي سمعته. من وقت ما شرفت الست لنا على هالحياة ورئيس تحريرك معجوق وغرقان بأكلاتها وبحماماتها وبغياراتها، مع انه في ثلاث نسوان. معقول؟ اكيد معقول. بس اخيلك وعد خليه يعرف اني سمعتها. عايدة؟ نعم استاذ. اتصليلي بالفرماشية اللي حدنا، شوفي اذا امن لي علب الفواكه اللي قال عنهم مقطوعين. حاضر استاذ. واذا عنده تريامينيك يشيل لي ثلاث حنجير. حاضر استاذ. ومحفظات الجلد الحساس الجايب منه جديد. حاضر استاذ. بلشينا دي؟ حاضر استاذ. لا استاذ. يا منى ليش هالبنت بنكوتي هيك؟ يا منى شو هالبنت؟ جوعانة استاذ ما بها شيء.
ما كده اني جوعانه، بركي موجوعه، بركي بها شيء، بركي. ايه حبيبي طلعي لبرا. يا حبيبي طيب رح لبرا. طيب رح نظهر لبرا يعني، بس بركي موجوعه هلا البنت. لبرا حياتي لبرا. طيب يا حبيبي بدنا نجيب بشير منيح بعد البيبروني. حاضر حاضر. رح يموتني خوف علي. حقه. طردتها؟ طردتني؟ مين سواك بأمك ما ظلمك؟ وأنا طردتني كمان. ماما بلا هالحكي. المرأة مبسوطة ببنتها، خايفة عليها. مدري من خايف أكتر، هي ولا أنت؟ هيدي بنتي. وهيدي بنت ابني. شو الست ما إلها حصة بالحفيدة؟ ماما مش عم بفهم لوين بدك توصلي يعني. لو ما تعليماتك للحمام، كان ممنوع حط إيدي على البنت. ما عم تبالغي شوي مرت عمي؟ شو منى؟ أكلت البنت؟ حسب تعليماتك رياض دشتها إنها جيب مزبوط وهلا عم تنيمها. يعني ما عم بالغ. طب سلمى حضرتك اليوم معي، بكره لا، إن جيب عطول معي، فإذا تعودت عليك البنت بأشياء معينة بكره وقت تروحي على البيت رح تعذبني. أنت حرة حبيبتي، هيدي بنتك، وإن شاء الله عطول تضلك حدا وتضل أم نجيب. عرفت شوف البنت إذا نامت. حبيبي إذا بكيت ما تحملها. منى أنا ما بقدر أسمعها عم تبكي. رياض بليز لازم تتعود تنام لوحدة من دون حملين وهز. بكي شي حبيبتي؟ شوية تنميل يمكن أحملين لنا. تنميل؟ خاصم ما بقى في شي راحت. منى بنت استفرغي. بسيطة حبيبي، يمكن لأن نايمة على بطنها. رح تتعب كتير يا ابني إذا رح تضلك هيك.